أنا أم بسام من شمال القطاع من مدينة بيت حانون. صار الحرب عندنا يوم السبت، كنا بنجهز لفرح ابني، ولما انشد القصف عندنا طلعوا يعني قرايبنا كلهم من المنطقة، وظلت أنا وأولادي. بعد هيك صاروا يصيحوا كلهم، واضطريت أطلع بيهم، وتوجهنا لمدارس الشاطئ الملاجئ، وقعدنا هناك تقريبا 20 يوم، وكنا ماشيين أمورنا. بس بعد هيك صاروا اليهود يقصفوا في المخابز، ما فيش أكل ما فيش شرب، اتضايقنا اضطرينا نطلع. لما طلعنا وصلنا مستشفى الشفا ماشي من المدرسة الشاطئ، بعد هيك ما لقيناش سيارات تودينا على الجنوب. بعد هيك مشينا مشي عن طريق البحر، صرنا نمشي ونرجع نمشي ونرجع، كنا خايفين نمشي. بعد هيك اللهم صل عليك يا نبي. بعد هيك مشينا شوية وحكت أختي ارموا أغراضكم اللي معاكم، عشان يعني بلاش اليهود يخافوا منهن، ورمناهن. كان معنا أغراض، كانت كنتي العروسة ماخذة جهازها معاها، رمناه على باب فيلا هناك ومشينا. كانت أختي معاها 3 أولاد وبنت اللي هي عروسة ابني، وأنا كان معايا 5 أولاد وبنتين، وبقينا ماشيين لحالنا بدون زلام، ما كانوش معنا. كان جوزي ضايل ورانا عشان يبعث لنا يحمل العفش تبعنا ويجي ورانا. ومشينا كثير، أول شيء مرقنا على القناص وطاخ، بس يعني ما طاخش حدا فينا، وخلينا معانا بس اللي هي راية بيضة مسكتها أختي، ومسكت ابني عمره 2 شهر أخذته على حضنها ومشت فيه في الطريق. والولاد الصغار اللي هم أولادي أولاد أختي حملوا الرايات البيض اللي هي أواعي أخوهم الصغير.